موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف حفظه الله في رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعودته منها وإرسال ربنا سبحانه وتعالى ملك الجبال يسأله ما شئت إن شئت نطلق عليه الأخشبين جبل مكة لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. فقد كان ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفر من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن. في سورة الأحقاف قال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذا هو المشهور أن هذا النفر من الجن صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بنخلة وادي بين المكان الذي كان بين مكة والطائف. وكان ذلك بسبب أن الشياطين علمت أن السماء قد حرست وشدد في حراستها وزيد في الشهب حتى عجزوا عن الاستماع فأرسلوا وفودهم في الأرض يجوبونها يبحثون عن سبب ذلك. فوفق الله عز وجل طائفة منهم لسماع القرآن فعلموا أنه من أجله حرست السماء. قال تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وفيه دلالة على أن الجن ليس فيهم رسل وإنما نذر فهم منذرون لقومهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قيل للتشابه بين التوراة والقرآن فإنهما كتابي تشريع بخلاف الإنجيل فإنهما واعظ والتشريعات فيه معتمدة اعتمادا تاما على التوراة إلا شيئا يسيرا. وقيل لأن هؤلاء الجن كانوا من اليهود فلم يعلموا ما نزل على عيسى والأول أظهر والله أعلى وأعلم. فإن نبأ المسيح انتشر في الأرض كلها وإنما الإنجيل كأنه متمم للتوراة وأما القرآن فهو كتاب مستقل متضمن لوجوه الإعجاز كلها ووجوه البيان في أصول الإيمان والعقائد وأصول الأعمال والعبادات وأصول المعاملات والأخلاق وما يحتاج إليه الفرد والجماعة. فلذلك كان هذا الذكر للقرآن بأنه أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السماوية في الدعوة إلى التوحيد وتصديق رسل الله وفي الشرائع الإجمالية التي لا يختلف فيها الكتب السماوية كتحريم الظلم والزنا والفواحش وغير ذلك مما اتفقت عليه الشرائع والأمر بالصلاة والصدقة والصوم ونحوها. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وفي هذا دليل لما أجمعت عليه الأمة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن أيضا كما أنه رسول إلى الإنس فهو داعي الله إليهم ويجب الإيمان به ولا نزاع بين أهل الإسلام في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الثقلين رسول الإنس والجن وأن من لم يؤمن به من الإنس أو من الجن فهو كافر مخلد في النار مشرك بالله.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، هو داعي الله إليهم، إذن هو يدعوهم إلى الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني قال البعض أن الجن لا تغفر لهم الذنوب كاملة، وليس كذلك، بل من هنا لبيان الجن، وهي في جهة المعنى صلة، يعني يغفر لكم ذنوبكم، كما قال نوح عليه السلام يغفر لكم من ذنوبكم، فهذا الخطاب خطب به الجن وخطب به الإنس، ويجركم من عذاب أليم. احتج به من يقول أن الجن لا يدخل، أن مؤمنيهم لا يدخلون الجنة، لأنهم إنما وعدوا بالنجاة من النار، وليس بصحيح، وليس بهذا الاحتجاج بقوي، فإن مؤمن الجن امتن عليهم بالجنة كمؤمن الإنس. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فمن آلاء الله ونعمه على الجن كما هي على الإنس وجود الجنة ودخول من خاف مقام ربه الجنة. والآية عامة في من آمن وعمل صالحا، فهي تشمل الإنس والجن. وذكر الإجارة من عذاب أليم هنا لا يعني أن ليس لهم ثوابا، بل إذا غفرت الذنوب وأجيروا من العذاب الأليم دخلوا الجنة. قال: وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى تمام الآية 15. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت بتفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن، وإنما علم ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، وهذا هو الصحيح. أول مرة استمع الجن فيها القرآن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهم، ثم بعد ذلك لقيهم مرات وعلمهم وألزمهم الشرائع. يقول: وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله به من كنوز غيبه المكنون، أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. يعني قد كفر الإنس به، كفر رؤساء الإنس به، ومع ذلك تفتح الله له إيمانا من الجن، وهذه الملائكة تأتي تأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام، وكان هذا إجابة لدعوته فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وشكواه ضعف القوة وقلة الحيلة وهوانه على الناس، فبين الله له منزلته العظيمة وأنه عزيز بما أعزه الله عز وجل به. فإذا كانت ملائكة السماء تأتمر بأمره، وإذا كان مؤمن الجن قد عظموا الكتاب الذي أنزل إليه وآمنوا به وانطلقوا إلى قومهم منذرين، فما أعلى هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم إن الآيات التي نزلت بصدر هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه في الأحقاف، وكذلك في الجن: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أي أيقنا، ظننا هنا بمعنى أيقنا أمام هذه النصرة، أي النصرة الغيبية، وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس، انقشعت يعني، ابتعدت تفرقت، التي كانت مطبقة عليه منذ خرج من الطائف، مطرودا مدحورا، مدحورا لكلمة في غير موضعها، مدحورا بمعنى مغلوبا، والله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج مغلوبا، بل كان بالحجة التي أتاه الله عز وجل ظاهرا، وإنما طرده يعني الملأ
من ثقيف لكنه لم يغلب عليه الصلاة والسلام، لأن الهزيمة الحقيقية هي أن يتنازل الإنسان عن دعوته، أو أن يقبل الباطل، أو أن يداهن فيه. أما أن يظل مستمرا على الدعوة وأن يظل مستمرا على عبادته لله سبحانه وتعالى فلا يكون مدحورا ولا يكون مغلوبا ولا يكون مهزوما، وإنما يكون منتصرا بالحجة والبيان. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذا أحد نوعي الظهور فيه، ظهور الحجة والبيان. يقول: حتى صمم على العودة إلى مكة، العودة إلى مكة، وعلى القيام باستئناف أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارة. صمم النبي صلى الله عليه وسلم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن حارثة مولاه الذي كان معه: يعني كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا، يعني اضطروك إلى الخروج حين لم يقبلوا دعوتك وسمعوا أنك ذهبت إلى الطائف وشمتوا حين علموا أنك لم تجد عندهم قبولا؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يدل على ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسكينته وطمأنينته لما وعده الله عز وجل من النصرة. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وجدوا أنواع الإيذاء، وإذا وجدوا أنواع الصعوبات والعقبات، أن يكونوا على يقين وثقة من أن الله عز وجل جاعل لما يرى الناس من التضييق فرجا ومخرجا، وأن الله ينصر دينه ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويظهر أولياءه الذين تمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعملوا من أجل الإسلام. وهذه السكينة والطمأنينة واليقين بوعد الله عز وجل من أعظم أسباب النصر والإمامة في الدين، كما أنه مع الصبر على الدعوة والثبات عليها تتحقق بهذين الأمرين الإمامة في الدين. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، ورجع وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس ابن شريح ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. يعني هو ليس في مكة رغم منزلته الكبيرة فيهم، ودي دليل على وجود النخوة عندهم في الجملة، لكنه النخوة العربية، أن مع الأخنس بن شريح نزل فيه آيات في ذمه وبيان كفره والعياذ بالله، ومع ذلك لم يمتنع من الإجارة إلا لأجل أنه ليس من صلبية قريش، ليس من أصل قبيلة قريش، بل هو حليف من أحلافهم وسكن مكة مخالفا لبعض قبائلهم أو لبعض عائلتهم، والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب، لا تجير على بني كعب، كعب بن لؤي، اللي هم قريش الأصلية اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم بني كعب بن لؤي، فبني عامر الذي منهم سهيل بن عمرو لا يجيرون، لا يستطيعون الإجارة. الإجارة معناه أنه يدخله في حمايته، فكأن الذين يطلبونه رؤساء بني كعب بن لؤي، فبنو عامر لا يجيرون عليهم، اعتذار مهذب كما يقولون. فبعث إلى المطعم ابن علي، فقال المطعم: نعم. قبل المطعم ابن علي أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته. وهذا دليل على مدى الشدة التي وصل بها، وصلت يعني وصل إليها حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضطر إلى طلب الحماية من كافر لكي لا يؤذيه المشركون إذا دخل على تلك الحال. فقال المطعم: نعم. هذا دليل على أن هذا ليس من الموالاة.
وهو طلب الحماية من الكافر إذا لم يجد المسلم بديلا عن ذلك، ولو كان يعني ذلك الكافر من يعني ممن يحارب الدين، لكن عنده سبب يقتضي أن يجير ذلك المسلم وأن يحميه. فالداعي إلى الله عز وجل قد يضطر إلى طلب الحماية وقبولها من كافر يعادي الدين، لكن عنده من أسباب يعني إما العلاقة الاجتماعية وإما المنزلة وإما النخوة وإما صفة خلقية فيه، عنده من الأسباب ما يجعله يعني يجير ذلك الداعي على غير حساب الدين. وهذا هو الشرط، وهو أنه لم يمنعه من دعوته ولم يجعله يتوقف عن الاستمرار في هذه الدعوة، لم يساومه عليها، لم يقل له أنا أجيرك على أن تترك سب الآلهة أو أن تترك عيب الآباء وذم الدين الذي كانوا عليه. ليس عندهم ذلك، عندهم مبادئ أنهم يحمون الضعيف. يعني لو شبهنا ذلك فهو مثل طلب حق اللجوء السياسي في زماننا هذا، فإنهم لم يعني الغرب على كفره وضلاله وحربه الإسلام، يعني من طلب منه اللجوء السياسي إذا أظهر أنه مضطهد فإنهم يظنون ذلك من غير أن يمنعوه من أن يتكلم بما شاء، لكن بشرط أن لا يهاجم يعني الدولة التي يعني أو يمارس أنشطة سياسية كما يقولون. الأمر ده عندهم لأنه مقرر حماية الضعيف رغم التفاوت. يعني العرب كان عندهم حق اللجوء السياسي ده كان أشرف من الحاضر. لو أن إنسانا اضطر إلى ذلك لم يجد في بلاد المسلمين مأوى يؤويه، ولم يجد بلدا يعني يأمن فيه على نفسه، جاز له أن يفعل. وليس هذا الأمر بجائز مطلقا، وإنما بقدر الضرورة وعندها، والضرورة تقدر بقدرها. قال: فبعث إلى المطعم ابن علي، فقال المطعم نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كيف قلب الله قلبه. نتأمل كيف أن المطعم بن علي هذا أحد يعني المشاركين في الحروب كلها، يعني في الحروب التي مضت منذ بدأت الدعوة في مكة، وكل أنواع الحروب كان المطعم يعني شريكا في ذلك، إلا في نقد الصحيفة فكان يعني ممانعا. لكن في الجملة الله عز وجل يقلب القلوب سبحانه وتعالى، ويؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. كما ذكرنا من قبل أن نقد الصحيفة كان من دعاتها، نقد الصحيفة المقاطعة كان من القائمين بها هشام بن عمرو بن عامر بن رؤي والمطعم ابن عدي وأبو البخترى ابن هشام وزمعة ابن الأسود. فكان هذا الرجل يعني له يعني نخوة وله أخلاق سوية رغم عداوته وعدم إسلامه، ومات مشركا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا في أسر الرجل ثم كلمني في هؤلاء المتنى لأطلقتهم إليه، يعني من غير فداء، وذلك لمنزلته التي فعل ويعني لفعلته اللي استعمى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لبنيه وقومه: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن علي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يهجه أحد منكم، أو فلا يهجه أحد منكم، يعني لا يقترب منه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم ابن علي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. والله أمر عجيب فعلا، والله مقلب القلوب سبحانه وتعالى، يجعل المشركين هم الذين يحمون النبي صلى الله عليه وسلم
لأجل أدنى يعني أمر النخوة العربية فقط، أجل أمر أنه طلب منه الجوار، فوقفوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، ولولا أن الله قدر ذلك لما أمكن. وقيل إن أبا جهل سأل مطعما: أمجير أنت أم متابع مسلم؟ أنت أسلمت ولا إيه؟ كان هيرينا حرب عليه. قال: بل مجير. قال: قد أجرنا ما أجرت. مضطر ان هو يقبل ذلك، ولا يستطيع ان يجعلها حربا بين قبائل قريش. فقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، فقال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. اسلم من ولد المطعم على ذلك زبير رضي الله عنه، اسلم على الفتح زبير بن المطعم. هو راوي حديث انه لما كان في صلح الحديبيه وارسل للنبي ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش ليكلمه في الرجلين اللذين قتلهما ابو بصير، فسمع سوره الطور من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع قول الله عز وجل حتى بلغ قول الله عز وجل: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. قال: كاد قلبي ان يطير. وظل الإسلام في قلبه إلى أن دخل في الإسلام عند فتح مكة. قال: عرض الإسلام على القبائل والأفراد في ذي القعدة، في ذي القعدة سنة عشر من النبوة، في يعني عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق لقضاء فريضة الحج، وليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. القبائل التي عرض عليها الإسلام، قال الزهري: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه عليهم بنو عامر ابن صعصعة ومحارب بن خصبة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البتكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وغزرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان فيما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة. ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة. نعم، هناك قبائل، قد جزم العلامة المنصورة فوري أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة، وقد ذكر ابن اسحاق كيفية العرض وردودهم وهكذا ملخصا. بنو كلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. بنو حنيفة أتاهم في منازلهم، بدلوا منهم مسيلمة، أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أفتح عليه ردا منه. وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال بحيرة بن فراس رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني عايز اشترط أن الخلافة تكون بهم. قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه والعياذ بالله. ثم نزلت الأنصار رضي الله عنهم لما بايعوا على أن لهم الجنة، لم يبايعوا على أن يكون هناك وراثة لهذا الملك، ولذلك ما كان يستقيم الأمر على غير ما كان.
أن يكون الأمر في قريش بعد ذلك. قال: ولما رجع بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم لكبر سنه، وقالوا له: جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف لذناباها من مطلب؟ مثل يضرب لما فات، ذنبي الطائر، يعني ذنبي الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بذنباه، يعني جوانبه، لذنباها من مطلب. هل ممكن أن نتلافى هذا الخطأ؟ هل يمكن أن ندرك هذا الذي طار منا من الخير يعني، والذي نفس فلان بيده؟ ما تقولها إسماعيلي قط، ما تقول النبوة، ما ادعى في نبوة أحد بني إسماعيل قط، ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ يعني أين غاب عنكم رأيكم؟ لامهم على عدم الإجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: المؤمنون من غير أهل مكة، وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، منهم سويد بن صامت، وكان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره، جلده قوته في الحرب، وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام، فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي، وعنده شعر وحكمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. قال: عرضها علي. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى عليه، هو هدى ونور. فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم الضحى، وكان إسلامه في أوائل سنة 11 من النبوة. إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومه من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل سنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع، رجل كان في الوفد، حفنة من تراب البطحاء، فرمى بها وجه إياس وقال: دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان من سكان نواحي يثرب بني غفار، ولما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضا، وصار سببا لإسلامه. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتيني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا
لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا، جراب فيه تمرة ونحو ذلك، وعصا، ثم أقبلت إلى مكة. هو أصلا الحديث الصحيح في مسلم في قصة غير أنه كان يدين الدين قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، كان يرى الناس على ضلالة، وكان يأبى عبادة الأوثان بفطرته، ثم لما سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى لقياه. قال: ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه، وأكره أن أسأل عنه حتى لا يؤذى، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. الحديث الصحيح في مسلم أنه ظل 40 يوما بلا طعام، وانتهى طعامه وليس له طعام إلا ماء زمزم وثمن، وتكورت ركن بطنه رضي الله عنه، ثمن وتكورت ركن بطنه، لثنايا البطن عندما يشمل الإنسان تتكور وتنثني، ينثني جلد البطن، وليس له طعام إلا ماء زمزم. قال: وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي، فقال كأن الرجل غريب لأنه شايفه في المسجد وما بيروحش في حتة ولا يتحرك. قال: قلت نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل، من باب الكرم المجرد من غير ما يعرف اسمه ولا حاجة. قال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما زال للرجل يعرف منزله بعد؟ وأما آن للرجل أن يعرف منزله بعد؟ خلاص بقى كفاية عليك، عرفت البيت، البيت بتاعك، تعالى. قال: قلت لا. أما زال الرجل يعرف منزله بعد؟ أنت مش عارف البيت يعني تعرفش تروح لوحدك؟ قال: قلت لا. قال: فانطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وأمضي أنت. يعني يقول له: أنت مش يراي، حتى إذا رأيت أحدا أخاف عليك أنه هيودي للنبي عليه الصلاة والسلام فسوف يقوم إلى جنب الحائط يصلح نعله وهو يمشي بعيد حتى ينجو بنفسه ولا يكون متبعا لعلي. قال: ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام، اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، أسلم في ساعته رضي الله عنه. من أصدق الناس لهجة أبو ذر الغفاري العرب. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصلخن بها بين أظهرهم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابر. فقاموا، فضربت لأموت، يعني ضرب موت، ضرب قاتل رضي الله عنه. بس النكاية في الكفار ان حد يقول الكلمة علانية يريد ان يحدث نكاية في يخرجون ولو ضرب. قال: فادركني العباس فاكب عليه، يعني حضنه وهو واقع في الارض، ثم اقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم ومركم على غفار. غفار دي اصلا من القبائل المعروفة بالايه، بقطع الطريق، يعني فهتقتلوا رجل من غفار يبقى هقطعوا عليكم. قال: فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس رضي الله عنه. دي صفة أصلا في أبي ذر رضي الله عنه، وكان يعني تشديده على بني أمية في خلافتهم من أجل الأموال في رأي رآه، فكان كلما مر على ملأ منهم يعطيهم الكلام الشديد في مسألة كنز الأموال رضي الله عنه،
شدتي يعني شدتي فيما يراه يعني شدتي في الحق رجعه. قال فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الطابق فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس رضي الله عنه. الطفيل بن عمرو الدوسي من الذين أسلموا أيضا، كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة في عام 11 من نبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني أعجزهم لا دون ماذا يفعلون، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. إعلام خبيث، انه عشان الدعوة توصلش من الناس تصد عن سماع الحق، ويصفونه من قبل ان يسمعه الانسان بالاوصاف المنفرة، لانه سحر، لانه يعني يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء واخيه. يقول طفيل فوالله ما زال بي حتى اجمعت ان لا اسمع منه شيئا ولا اكلمه، يصد اذنه عن الدعوة الى الله، حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد كرتفة قطنا، حشى اذنه قطنا حين ذهب الى المسجد لكي لا يسمع، فرقا من ان يبلغني شيء من قوله، قال فغدوت الى المسجد فاذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فابى الله الا ان يسمعني بعض قوله، القطن ما كانش كفاية، وسامع رغم وجود القطن، لأن الله شاء الهداية. قال فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واثكل أمي، يعني تسكلني أمي أنا مش عاقل، واثكل أمي والله إني رجل لبيب شاعر، لبيب يعني ذو لب يعني ذو إيه عقل، إني رجل عاقل شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته، فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسي ثم سماع بعض كلامي، وقلت له اعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فدعا يجعل له آية في قوم معجزة كرامة، وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهي مثل المصباح، فقال اللهم في غير وجهي أخشى أن يقول هذه مثله، يعني نور وشه بنور، فخشي أن يتأول المشركون ذلك أنها مثله بسبب الإسلام، فتحول النور إلى صوته، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما، وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وفي رواية بعد الحديبية، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة. ضماد الأزدي، وكان من أزدي شنوءة أو ضماد، وكان يرقي من هذه الريح، يستعمل الرقى من الأرواح من الجن أو كذا. قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، يعني هو مجنون عنده جن أرواح خبيثة، فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح،
فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، استر صراحة يتكلم، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغوا يعني ما غاية ما يمكن أن يبلغه الكلام، هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه، رواه مسلم. يعني كلمات دي أعتقادات عظيمة فعلا تكون صلة في إسلام الإنسان. لو الإنسان تأمل هذه الكلمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وتكملة خطبة الحاجة، كلمات كافية في الهداية. 6 نسمات طيبة من أهل يثرب في موسم الحج من سنة 11 من النبوة وددت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة، سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون في ظلالها الوارثة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل أو ذهل وشيبان ابن ثعلبة وكلمهم في الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، عقبة اللي هي عند جمرة العقبة، وهي أصلا مكان بين جبلين، فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمدهم، عمد إليهم يعني قصدهم، حتى لحقهم، وكانوا 6 نفر من شباب يثرب، كلهم من الخزرج: أسعد بن زرارة من بني النجار، عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء من بني النجار، رافع بن مالك ابن العجلان من بني زريق، قطبة ابن عامر بن حديدة من بني سلمة، عقبة بن عامر ابن نادي من بني حرام بن كعب، جابر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن رؤاب من بني عبيد ابن غن. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من خلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان، فيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. القبائل المنقرضة التي انقرضت بالكلية، اليهود كانوا يمنون أنفسهم أن يكون هذا النبي منهم ليقتلوا العرب ويتملكوا عليهم، حقد أصلا موجود من قديم. فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود، أي خلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك.
وقد كان رضي الله عنه. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شوال من هذه السنة سنة 11 من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين. جاءه بها جبريل رضي الله عنها في قطعة حرير فقال هذه امرأتك، فيكشف عنها فإذا هي عائشة رضي الله تعالى عنها مرات عديدة حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسراء والمعراج إن شاء الله نقرأه المرة القادمة. هل دخلت بنو عامر بن الخطاب في الاجتماع بعشقهم؟ لا، لم يدخلوا، وإنما دخل أفراد منهم، بعض الأفراد دخلوا منهم وأسلموا بعد ذلك. هل هناك تشابه بين طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الحماية وبين طلب دول الخليج الحماية من الغرب؟ شتان والله، فإن هؤلاء لا يخفى طمعهم وغشهم للمسلمين وجنودهم بالآلاف المؤلفة، وليس لهم إلا المصالح الدنيئة الخبيثة التي هي مصالح اليهود. ثم ما الذي ألجأ إلى ذلك؟ أليس في نزول المسلمين لو جندوا ما يكفي لصد هذا المنافق الزنديق؟ المشكلة أن قوما لا يريدون الحرب. هل لو أن رجلا من كل 8 من يعني سكان المملكة السعودية فقط، يعني هم 8 مليون أو 10 مليون، لو رجل من كل 8 لجندوا جيشا قوامه 1 مليون إنسان، ولكنهم لا يريدون القتال، ولا وإلى يومنا هذا ليس لهم جيش محترم. ولو كان أفلا كانت تكفي جنود المسلمين، لكن هي مخططات الأمريكان واليهود، يعني الجنود المسلمين كافية في صد جنود مصر والباكستان وغيرها كانت كافية، فلا وجه لهذا، هذا استعمال في غير موضعه. ثم إنه ليس بقدر الضرورة، ثم يعني إن الأمر بلا شك كان يعني سببه تضييع الواجبات الشرعية، فلو أن الواجبات الشرعية من الجهاد وولود يعني تكوين الجيش المسلم القوي مثل هذا الرجل أن يخيف كل هذه البلاد، لكن الناس همهم في المرفهات والتكييفات والعيشة السهلة دون أن يكون هناك من يبذل الجهد في يعني حماية الدين فضلا عن حماية البلاد. فهذا الأمر يعني بلا شك ليس له أدنى وجه للشبه. نوى السفر لأسوان لزيارة أقاربه، ورد القطار يتحرك من الساعة 12 ظهرا نصف 7 صباحا. كيف تكون الصلاة وعلما بأن معه العشاء؟ أولا، هو القطار ينزل في محطات، يعني يقف في القاهرة مثلا مدة، فهذا يصلي الظهر والعصر ثم يقف في محطات أخرى إن كان يستطيع النزول في هذه المحطات هو ونساءه، إذا كان يقف بها قرب ساعة مثلا أو ثلث ساعة، فلينزل وليصلي الظهر والعصر معا قبل غروب الشمس، ومن ساعة وقت الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب والعشاء من أول وقت المغرب إلى نصف الليل. إن عبد فليصلوا في القطار متجهين إلى القبلة، والقبلة بالنسبة للقطار المتجه من القاهرة الإسكندرية هي في جهة القطار، وبعد ذلك يعني القبلة ما إلى قليلا إلى اليسار، ما إلى قليلا إلى اليسار، يعني هو الاتجاه كده جنوبا فهو في جنوب الشرق، فهو يتجه الى يسار القطار قليلا في نفس اتجاه القطر كده يحول شمال، وكل ما يوصل تحت كل ما يزود الايه الزاوية، يعني اسوان مثلا هتبقى اقرب الى الشرق منها الى الايه الى الجنوب، منها الى الجنوب هو جنوب الشرق، ويصلي قائما ويسجد ويقول الناس وسعوا شوية، الناس بتنام في القطر ده، فاللي يعرف ينام يبقى يعرف يفش بتاعه ايه ويصلي فيها ويصلوا بالتناوب، وبالتأكيد معهم مية فيتوضأوا لابد من أن يحافظ على الصلاة، ولا يترك ركنا أو شرطا إلا بالعجز، إذا عجز عن شيء يبقى يسقط، إذا لم يعجز عنه وجب أن يحافظ عليه ويصلي. يخطو فتاة ترتدي الحمار وهي من بيت ملتزم بالكتاب والسنة إلى حد ما، يقول لها انتقبي، أهلها يقولون عندما تتزوج.
فهو صديق شديد جدا من الشيخ الكبار. لا يعني هذا الامر طالما انه في قبول مبدئيا فلا يضيق بذلك، فالامر يعني فيه ساعة ان شاء الله، وعندما الزواج يلزمها بالنقاب ان شاء الله. ما حكم من طلق زوجته 3 مرات في مجلس واحد؟ اذا كان طلقها بالفاظ متفرقة في مجلس واحد ناويا تجديد الطلاق في كل مرة، انه يطلق طلقة ثانية وطلقة ثالثة فهي طلق، لان المرأة الرجعية المطلقة الرجعية زوجة. واما اذا طلقها 3 بلفظ واحد كانت طلق 3 او بالفاظ متفرقة ينوي بها التأكيد او الاخبار عما قد مضى، يقول لهم ده انا طلقتها، بعد شوية يقول ده انا طلقتها، دي هي طالق، يعني يخبر عما مضى او يؤكد الكلام، فهذا ايه تصل طلقة واحدة وينوى في ذلك، يعني يسأل ما نيته والله اعلم. زينة المرأة لأخيها وأبيها وأخوانها وأخواتها، الزينة الباطنة وهي الذراعان والساقان والرأس بما فيه الشعر والصدر موضع القلادة، العنق والصدر موضع القلادة، فهذه موضع الزينة الباطنة إذا تزينت فيها في هذه أجزاء المرأة فهذا الذي يظهر لهؤلاء المحارم. هل من نسي أن يسمي قبل الوضوء أن يعيده؟ الصحيح أنه لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن التسمية باللفظ مستحبة، وطالما ذكر الله بقلبه أي نوى أنه يتوضأ تقربا إلى الله فقد أجزأه الوضوء، فذكر الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وهذا يحصل بذكر الله بالقلب بالنية. عليكم السلام. عن أبي هريرة روى البخاري، عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قال: قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة جف القلم إذا أنت لاح، فاختص على ذلك أو ذر أو دع. هو كان أبو هريرة يستأذن في الاقتصاء، يستأذن في أن يخفي نفسه ليقطع الشهوة، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أمر القدر، جف القلم لما أنت لاقم، بمعنى أن القدر القلم الذي كتب الله به القدر قد جف فلا تعديل فيه. فلو كان هذا الأمر وهو الاقتصاء يمنع، يعني هذا الأمر ما يكون من فعل منكر أو نحو ذلك أو من طاعة أو من خير أو من شر كله مقدر، فالقلم قد جف به، فهذا ليس بسبب مباح لتأخذه لتمنع وقوع هذه الفاحشة. فلو كانت مقدر لك فاحشة ولا اختصيت لوقعت الفاحشة، فهذا يذكره لأن ذلك ليس بسبب شرعي، ليس بسبب مقبول. نعم يأخذ بالأسباب لكن بالأسباب الشرعية، فاختصي على ذلك أو ذر، يعني افعل ما شئت، فالأمر مقدر، بمعنى هذا ليس نافعا، الاختصاء ليس نافعا، فهنا التخيير ليس على حقيقته، بل مثل قوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والتخيير ده للتهديد، بمعنى إذا أنت كفرت فأنت سوف تعاقب أشد العقاب. وكذلك اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا نوع من الايه؟ من التهديد. فاختص على ذلك أو ذر، يعني الاختصاء وهو رد الخشيتين، قطع الخشيتين ليس له نفع وليس أمرا جائزا، ولن يغير من القدر شيء، لن يغير، ليس من الأسباب التي تمنع الفاحشة. والله رسائل أو طريق سويدان أنا في الحقيقة لم أسمع منها كثيرا، ولكن بلغني عن كثير من بعض أهل العلم إنكار أشياء منها، خصوصا في أمر السير وأمر ذكر الفتن التي وقعت بين الصحابة، فكان يعني فيها تجاوز وذكر تفاصيل غير صحيحة في أمر الفتن التي وقعت، وأهل السنة والجماعة على الإعراض عن ذكر هذه التفاصيل خصوصا لعوام الناس. في بعض السور يأمر الله عز وجل بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم. حكم أن يسبح إذا قرأها الإمام في الصلاة،
ينبغي أن يقرأها إذا سكت الإمام أو سبح هو. وأما إذا لم يفعل ولا والصحيح أن الإمام إنما يفعل ذلك في النافلة، فإذا لم يفعلها الإمام لم يفعلها هو أيضا، وجعل سبحان ربي الأعلى في سجوده وسبحان ربي العظيم في ركوعه. النافلة ينبغي أن يسبحها الإمام ويسبحها المأموم أيضا. الصحيح تغميض العينين في الصلاة بقدر خشوع التذكير. هو التغميض مكروه عند جمهور العلماء، لكن عليه فيه ضعيف في النهي عن التغميض، ويقال انه من فعل اليهود، قال الامام احمد رحمه الله، لكن الاظهر والله اعلم انه ان الاصل هو فتح العينين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، لا تزال اعلامها اعلام الخميس تعرض لي في صلاتي. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه، فالصحيح ان الفتح هو الاصل، لكن ان غمض عينيه لانه اخشع لم يحرم ذلك. دبل فض فترة الخطوبة من بدع النصارى فلا يجوز التشبه به. سمع بعض العلماء في الصب في ذات القرآن الكريم ان الاسبال ما دام تفاخرا يحرم، اما ما عدم وجود رياء في ذلك فلا بأس به. استدل بحديث جابر عند اسلامه وقال هذا قياس الاولى، تكلم بالقياس فلم نفهم ذلك. قال: إن الذين يقصرون الثوب يأخذون نصف الأحاديث وعدم معرفة في الجمع بين الأحاديث. طبعا هو أخطأ في ذلك، الذين يقصرون بتقصير الثياب يعلمون الأحاديث، ويعني الجمع بينها الصحيح ليس كما فهمه هو، وإنما الصحيح أن الذي يسترخي ثوبه من غير أن يقصد إرخاءه هو الذي سلم من الخيلاء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعهد. قال: إنك لست مما يفعله خيلاء. فالذي يسترخي ثوبه رغما عنه كان مثلا سمين فأصبح رفيعا خسيا فأصبح الثوب ينزل مثلا، فهذا هو ليه؟ الذي يسترخي ثوبه أو يسترخي إزاره. فالصحيح أن تعمد إسبال الإزار أو الثياب عموما هو من المخيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبه الله. ومن له يعني بتزكية مثل تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، حيث برأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان خائفا على نفسه، وأنت لا تخاف على نفسك، فلماذا تترك التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب؟ وهو أمر عمر رضي الله عنه، وهو يحتضر رضي الله عنه وهو مظلوم، إنما دخل عليه غلام من قريش فقال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لله عز وجل حتى ولو كان. فإن العلماء الذين قالوا بغير خيلاء لا يحرم قالوا يكره، ولم يقولوا أنه لا بأس به. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يكره من غير خيلاء. فهذه مسألة فيها نظر واجتهاد، لكن لا يوجد من يقول أن تقصير الثوب أمر قبيح أو أنه قلة فهم للأحاديث. والله هذا من قلب الأحكام، فلا شك أن تقصير الثوب براءة من يعني هذه عهدة هذه المسألة عند أهل العلم جميعا. طالما قصر ثوبه فقد نجا على الأقل من الكراهة وخرج من التحريم بلا شك، فضلا عن أن الجمع الصحيح في هذه بين هذه الأحاديث أنه لو تعمد إسبال الثوب فهذا من الخيلاء، وإذا نزل بغير تعمد فهو الذي بغير الخيلاء. ما معنى القران في التمر؟ يقرن بين تمرتين، يعني يأكل تمرتين في بق واحد. حكم المساجد التي فوقها بيوت، هي مساجد لا حرج في ذلك. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا بأس أن يوقف السفل دون العلو أو يوقف العلو دون السفل، فقد أوقف جزءا من أجزاء ما يملكه ولا مانع من ذلك، كما إذا جاز أن يباع هذا الجزء وجاز أن يؤجر جاز أن يوقف، فلا مانع من أن يكون المسجد فوقه بيت. والذين قالوا سقف المسجد حكم المسجد، هذا إذا بني أصلا مسجدا فكل الأرض والهواء وما فوقه يكون حكمه حكم المسجد، لا يجوز أن يبنى عليه. أما إذا بني البناء فأوقف صاحبه جزءا فقط منه فلم يأخذ سقف البناء حكم المسجد، وما فوقه من هواء لم يأخذ حكم المسجد،
فلا يمنع من ان يتزوج متزوج او ان يقضي حاجته فوق او نحو ذلك مما يفعله الناس في بيوتهم. فالذين يشددون في هذه المسألة ويقول يجب ان لا يكون فوقه يعني بيوت، هذا تجديد بغير موضعه والله اعلم. كيف يكون الشخص على الهمة بان يعني يجعل نيته في لقاء الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي يجعله دائما اذا فكر كثيرا في الاخرة وفكر في لقاء الله وجعل اعلى همته نصبة الدين، فسوف يقوده ذلك باذن الله الى يعني كل خير في جميع اموره. جزاكم الله خيرا.